شو هو مكثف مادة الحاسوب؟ هو عبارة عن شرح سريع للمادة، ومكثف بنصور فيه كل المادة وبنركز على النقاط المهمة فيها. إذا أنت مو ملحق تختم المادة أو بدك تراجعها أو بدك تفلل المادة، فالمكثف هو الحل وعاملين لك عليه عروض. المادة المكثفة الوحدة ب 28 دينار، أما المادتين ب 50 دينار، الثلاث مواد ب 70 والخمس مواد ب 100 دينار. وإذا أخذت المكثف تأخذ ثلاث حصص من الفصل الأول مجاناً وثلاث حصص من الفصل الثاني مجاناً، وفي نهاية المكثف في حصة تفاعلية بتحضرها وبتشارك معلمك بأي استفسار بتحتاجه. كيف تقدر تأخذ المكثف؟ تقدر تطلبه من خلال موقع جو أكاديمي ورح ينزل بحسابك فوراً، وبعدين بتدفع وما رح يزيد عليك ولا قرش. ولا تنسى جو أكاديمي بيحبوا الكنافة، لهيك رح نضمن لك تفلل لحتى تجيب لنا الكنافة.